الموت، طريق الموت في منطقة صباح الأحمد، وسمعنا الوزير باكر بيروح طريق الموت، وأقول له يا أستاذ ياسر والله إني أحبك، والله العظيم إني أحبك. أنت بتحل المشكلة الإسكانية اطلع طبق قانون الغير مألوف، السياسة اللي قاعد تتبعها كلها بربج. شوفوا الحادث المروع على طريق الموت بالوفرة، أعطوني التقرير. الله يستر، حادث على شارع الموت. عيست وانا اقول طريق الموت، طريق الموت، يوميا حوادث، ومنطقة صباح الاحمد تعاني، وقالك الاسبوع الجاي نوقع، ليش ما سويتوا هالطريق؟ شوفوا لكم حل مؤقت بس يا جماعة، حرام يوميا الارواح هناك تروح، والله العظيم لو نحط كاميرا لمدة اسبوع تشوفون حجم الحوادث اللي قاعد تصير هناك. منطقة نموذجية مثل منطقة صباح الأحمد ناقصتها خدمات، وكل مطلوب اليوم مدخل لإنقاذ الأرواح، ويقولون الوزير باكر بيروح، يا ليت يروح، بس لما تروح معالي الوزير مو زيارة إبرة بنج، نبي حل، نبي تاخذ قيادات وياك وزارة الأشغال، تعالوا نبي نوقف اليوم نحط حل، نبي نحط حل. مو وأنا أوعدكم إن شاء الله، وأشكر الإخوان وأوعد الشعب، وأوعدكم إن شاء الله السنة الجاية بعد سنتين ثلاث خلال 4 سنين ننتهي. لا حطوا حل مؤقت، ما أنتم متأخرين متأخرين، حطوا حل مؤقت حساس تنقذون الأرواح. تبون حل أهالي منطقة صباح الأحمد؟ والله جد سمعوا مني، هذه نصيحة كتبوها بتور، نصيحة أهالي منطقة صباح الأحمد. تبون تنحل مشكلتكم؟ تبون المنشآت تتخلص بسرعة، مستشفيات، طرق، مراكز داخلية، إطفاء، مراكز تجارية، استاد رياضي، مداخل تصب عليكم ودواوير، وكل منطقة تصير أجمل منطقة مثل المعتمدة في المخططات. تبون شلون؟ أيوة أحمد تكفى على إيدك، بدأ الوزير باكر يجيكم يقول لكم كلمتين وشكرا وزاكم الله خير، ها خلصت الكاميرات تصوير خلاص، يلا يا ابو سامعك والله بالخير يا ابو، يركب سيارته يا عمي سبع بس خلاص انتهت المشكله. تبون حل؟ قول يا ابو احمد شنو الحل؟ صدقوني مثل ما قلت لكم سالفه البنغاليه والكوريين، هذا حل غير مألوف. مخرج حط على الكلمة، حط علي أنا، حقول لك حط الكلمة تحط علي. شو اسم الكلمة؟ هامور. يبولكم هوامير كشخة، هوامير تسكن منطقتكم تنحل مشكلتكم. خوش أغنية، خلوا هامور ولا هوامير تسكن منطقتكم تنحل مشاكلكم. ما الديرة عندنا ما نقدر نزعل الهوامير اللي عندنا، ما نقدر عليهم. يعني يروح يسكن منطقة صباح الأحمد عاجبه هناك يسكن، يسكن من يقول له لا، هامور يبي يسكن. إذا سكن الهامور الوزير يقدر يزعل الهامور، مسؤولين الدولة يقدر يزعلون الهوامير، الحكومة تقدر تزعل الهوامير؟ ما تقدر. تقدر على هوامير سكنوا هوامير تنحل مشاكلكم.
سمعوا مني هالمنطقة صباح الأحمد ها يقول لكم هوامير روحوا باحت عبد الله السالم عندنا مني منا دورة هامور تعال نبيك تقعد نأجر لك بيوتنا سنتين خذهم كلهم سنة سنتين ثلاث بس تتصل على إذا ما خلصت مشاكلكم اسمي محمد الملا آخر تقرير أخ